جوالي لقيته يلا زي ما انت بس طلب مني خاص تكهه لا تزيد الجو حتى انت ما حد لا 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 خذوي خذوي طيب وينه يا اخي لا تجي تخرب علي في نومي ولا فيك صادق والله والله هذه الحالتين لا تنرفز فوق هذا كله تطري ام مشهور شايف نفسك انا اتنرف يجيني المرض لا هو معناك هو نرفز مش جاب طاري الشهره يا اخي هو الله يصلح قول مرورك يا اخي والله اخي ترى مره كالم انا قلت قبل شوي بدوش والله انكم مغنيين اثنين عندي لكن ممكن رجال طش كلمه لكن تخلك اكبر شوي يعني مشي عادي زي ما انت والله العظيم يا عمر تكفى وشيري بينك ترى اداره ما تقاوم سابقه تكفى الوضع ما في حل الامور وانت رجال كبير وتعافى وتصل لا بعد راسك إيه. والله شوف انا ما عندي مشكله ابد شيخ انا بنام والله ابغى انام تجي تخرب انا عارف انا عارف انت تعرف عمر اكثر واحد ان اليوم من الصباح والله كرف من الصباح انه مكروه فيه من الصباح حتى غدا ما تغدى انت عارف والله ما تغدينا واحنا والله ما جينا لقب شو برضو احنا دارين ألعن شيء ان اذا واحد نرفزك من النوم معليش والله انا من هو كان معنا يعني هو عارف لكن اللي فهمته منه انه بيقومك للمسابقه لكن كبر راسك وكان ما كان شيء صار والله بكيفه ما انا ترى اصدقائي الله يعطيهم العافيه انا اعزهم واقدرهم بس يا اخي عنده مساله الخصم اهم من المسابقه اهم من السالفه مكبرين الجو خلاص الجائزه حق فين اخذوها يا اخي يا سمو قال كل شوي واحد يطلع علي عمر موقع عقد يا ابن عمي يا اخوي الله يرحم امك يا اخوي بس ما تقول خصم, خصم 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 انا جاي ابغى فيلا شهر كامل طفشت من اليوم يا اخي والله طفشت كل ما جاني خصم اطلع امش قوم ترى معليش بسم الله ترى صادق ترى ماخذين اوفر ترى امهم سابقه انا كم يجيني من خصميات زاد رصيدك اسالك بالله كم يجيني من خصميات ترى جاء من خصميات بالهبل وما اعطت المسابقه حقها 100% بس يا اخي عشت الجو وطلعت المركز الاول اخذت فلوس يعني لا تكلم علينا احنا ما اخذنا فلوس ايش اللي قلب علينا دور يعني طلعت المركز الاول انت بالاخير عبد الله هذا مو بدليل الولد مجتهد وكلنا مجتهدين هنا هو يمكن شافها بنفسه انه عمر مو مهتم بالمسابقه لانه ينام على الهواء ليت الاداره انت اعطيت الاداره خبر انه ما في خصم على الهواء اوكي هو ما فاهم الشغله هذه ومتجاهلها اعذر جهله يمكن ترى في ناس يمكن في رصيدك الناس ما يعرفون ترى انه النوم على الهواء عادي حبيبي موضح حسن بعدين ما شفت اللي جاني قبلك ترى قد قال قبل يومين قال انت تنرفز من شلت نظرت على الهواء قلت ايه تنرفز الهواء تنرفز انا مدور ما اشوف استزيد الدلخ زي كذا زي الدلخ واذكره مع سعود فهد ايه وجاء عشان نظرت على الهواء قبل شوي انا اناظر الكاميرات القاه عندنا قلت بس هذا الاكشن اعرفه بيلعب اكشن حبيبي خلاص زي ما انت واخذ صفق له ما ابغى تنرفز قبل شوي ارجع النظارات قبل شوي مقبت يا اخي ترى مو مزينه المشكله تنرفز على الهواء والله قبلها انا طيبني قبلها قاعد يكلم ذا قلت الله يرحم امك خلني انا خلاص تسوي سالفه اطلع برا هناك طب انا طالبك تكفى يا عم انا طالبك انك تروح لا ما معناته انا طالب يقول لك والديك رصيدك دقيقه ايش رصيدك صح؟ والله سالتك بالله كم صارت مشكله يعني تحت الهواء وعلى الهواء وكل واحد يمثل نفسه يزيد رصيدك انت هنا تمثل جروب يعني ترضخ له كل الاوامر التصويت ينهي الصوت الواحد والله ينهي غصب انا عارف انك ما شاركت الا الجمهور والناس واللي تتابعك واللي تحب عمر وتحب فلان اذا ضايقتك كلمه مغرور حنا اقرب الناس لك وندري ان هذا شيء صح انك تقول يا اهل الليل انا محتاج جوالي وابشركم اليوم جاني تعال ما في شكرا عبد الله انت كنت بالمشكله الحين وزي طح بلها يلا عمر مشينا هواي عمر مشينا اسمع خل هديه انا عندي لك حاجه اعطيها بعد الهواء يمين الله عليك قد نرقص سوا يا عمر ايش ده خليك من هذا بيجي انا بجيب عليك خوش من جديد انت خبل انت طيب شاب تقعد هنا انها تلبث تلغي المسابقه تهدي لي الجزمه الامريكيه لا بيمشي يا اخوي الله يرحم امك الجزمه الامريكيه في خشمك انت طالع فوق بس اوكي جزمه امريكيه في خشمي تمام زي ما انت زلنا يا استاذ لا جد والله مالي خاطر والله كل الاماني اماني يا ربي كبر راسك يا رجال امور طيبه والله امور طيبه الله لا بد اجامل طيب ليه متى ناوي يعني يستمر غيابك يا كابتن عمر هوا 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 الله يوفقك باقي ساعه حق المسابقه دام ما في مسابقه ما في شيء ما ادري شو وضع امه من الحين كيف غياب عنصر بيلغوا المسابقه زي ما انت تبغى نشيلك على الهواء عادي انا الحين تدري انا تبغاني ابني لك حمارة بنفسك كيف امشي زي ما انت والله ما كيفهم والله انا اعلمك عن نفسي والله ما في خليني مع شيء اخسي يا طارق الحبيب اوكي تك معه وجيب هواء اجيب انا هواء يلا قواك والله ما خلاص ارجع ارجع انا وانا مالي فاضي انا الحين فرحان جوالي معي ان شاء الله بيجي اسمع بس يلا بجلس هنا عشان في كاميرات في الكنترول يشوفني ما يقول خصم ولا في غرفته
وكيف الله يصارف ان شاء الله يا شيخ يتحرقون برا هناك الله لا يردهم. طيب الرجال تحت مرتفع ضغطه يحسبك هنا مستانس على اللي صار. وضح له بس انه اخوان وحبايب بس لا تنرفزني وانا نايم انت الموضوع. طيب قل له الكلام هذا عشان بس دبله الخاطر اللي فيه تروح. خلاص اذا انتهى البث ان شاء الله نتقابل واقول له ترى الوضع عادي وما صار شيء واخوان وحبايب ونتضارب ونصير بين الاخوان اكثر من كذا. بس الله يرحم امك في النوم لا تسوي لي سالفه. انا كافي اللي فيني كافيني. لا فوق هذا كله شهره ما شهره يا شيخ الله يقلع عم الشر ما تغيرنا اول نتغير الحين. انت فكر في نقطتين انه اللي صار احتمال انه طلع والناس شافت اباك بس تعتذر. والله خطا الاداره مو خطاي تطلع كل مشكله تصير. والله مو خطاي انا اداره مسؤوليتها انها تجمع ما تفرق. الله ما علي انت في خاطرك شيء عليه؟ انا ما في خاطري ابدا. ابغى توصل لي هالكلام واطلع ارقد هنا وبجي انام انا بعرض وما ابغى هوا. خلاص اذا تقابلنا اذا طلعنا انت كمان اروح على الهواء كمان اسوي سالفه. يا عمر تكفى اطلع على الهواء اسوي سالفه وشو شوفني انا اللي اعتذرت انا ولد كويس. لا بعد الهواء نتقابل حبيبي. والله انا اسف وانت عارف الوضع. انا والله انا ترى طفشت. والله طفشت انا اليوم هذا كله طفشان وانت معي طفشان. كلنا تعبنا انت كلنا كنت. طب انت عايش الجو مهلوكين كلنا والله. انا كنت غير الحر اللي دبل كبدنا هنا. خلاص يا اخوي لا تقول نعيش الدور كلنا انه احنا الفله مره. ترى الواحد يمر عليه ضغوطات يا شيخ يفجر في الدنيا اللي حوله. والله العظيم لما تجيني تسوي لي سالفه تدري ايش اصعب في انك تعيش دور مصلح ما ناوي تطلع. ما ناوي تطلع يا والله اني اعزك واقدرك بس نام جاي نفدح. بس لا تسوي لي انت المصلح الاجتماعي في وقت غلط. لا طفي النور عليك بعد عشان غلط طفي. بس اهم شيء اسمع خل تكفى بالله يروح قل الاداره كذا بيني وبينك قل سووا خصم 200 على السقايه ابغاهم يتنرفزون ابغاهم ينفجرون خلهم يفكون يعني يصير مصلح خير. والحين اروح اقول اخصموا. طيب ابشر هو اذا انخصم منهم بيتركونا من الفوبيا حقت الخصم دي والسالفه الكبيره دي. ما قد انخصم منا شيء الحين فخلاص خايفين لين ينخصم شيء. باقي ورانا شهر سوونا زي كذا كيف لو عمر. لا 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 عمر يا اخي اذا مو عشانك عشان الناس والله العظيم والله تبشر والله تبشر. بس انه خلني شوي اروق شوي خل ارحم والدي. والله ارقد ارقد سكر نومه طفي اللمبات يا اخوي. رقدت يدتي كان بعن وجهك. خلاص عن وجهك انت ابو مكيفاتكم الزفت كمان. تقابست بينه عمر كان نايم ونرفزه بالدوش قام يكبكب عليه ليمون الظاهر